اوه ماي جاد شباب، شوفوا 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 يا حبيبي، شوفوا حاليا باقي 30 ثانيه ليدي سجلت من اوه ماي جاد شباب الحلوين حبايبنا. بصراحة مثل ما انتم شايفين يا اساطير احنا اكتشفنا بعضنا باقي 18 ثانية 16 ثانية حبايبي للحدث اللي راح ينزل حبايبي، مثل ما شايفين مثل ورا شباب يعني شيء اسطوري. سو ليتس جيت راح نكتشف مع بعضنا السلاح اللي راح ينزل حبايبي. رايك شباب باقي 6 ثواني 5 ثواني شباب مثل ما انتم كمان شايفين فوق حبايبي ثانية ثانيتين او ماي جاد. خلينا نكتشف السلاح شباب، خلينا نكتشف السلاح ليديز اند جنتلمان. اوب 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 كوردو، سلاح كرد، سلاح كرد شباب، سلاح كرد يا اساطير. وي يا زلمه اقسم بالله شباب ركزوا لي على السلاح حبايبي، ركزوا لي على السلاح شباب، يعني يعني حجم اللعب اقسم بالله شباب حبيبي والله. سو ليش انجلت شباب عندنا هون الدمج، ثواني شوي، عندنا هون الدمج واحد فيه دمج واحد وفيه اثنين من المدى شباب وناقص واحد من الريلود شباب. وقفوا شوي شباب رح نعمل ريستارت اللعبة عشان نشوفها باللغة العربية ونشوف اسم السلاح باللغة العربية حبيبي والله. اوكي شباب هيك دخلنا على اللعبة يا اساطير، اوكي نشوف اسم السلاح بال باللغة العربية شباب. بصراحة ما انتبهت على الاسم يعني حبيبي والله. اوكي شباب دخلنا في السلاح تروي اقدر اعجل واحصل على الخاصة، شو على خاصتك؟ اوكي دم حبيبي والله. في سلاحين شباب، في سلاحين شباب، في ام 14 وفي اختراق دروع سرعة الحركة ومعدل الاطلاق. ويلي في سلاحين شباب حبيبي والله. اوكي شباب هذا هو السلاح مثل ما قلت لكم، عندنا واحد من ضرر واثنين من المدى وواحد سرعة التحمل. اسم السلاح شينوبي البرق. طبعا شباب عم نتكلم موضوع الشينوبي ليديز اند جنتلمان شباب، شباب اللي ما شاهد المقطع نزلت لكم الحاضنة الشينوبي شباب اللي راح تنزل عن قريب حبايبي. بدعيكم ترجعوا فيديو لورا اوكي وتروحوا تشوفوا المقطع حبايبي على جد شيء لوز اللوز. قبل ما اي شيء يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. مثل ما انتم شايفين حبايبي عنا 124 بطاقه حبيبي والله. طبعا شباب يعني الصراحه ما اعرف راح يطلع لنا ولا لا حبايبنا، خلينا نكتشف مع بعض. طبعا في هون سلاح جديد، اوكي في هون السباس راح احاول احصل على هذا كمان، اوكي شوف اشياء جديده هذول هنا شباب. سو جايز صراحه متحمس كثير اوكي، ولا تنسوا حبايبنا قناتنا الثانيه شباب اريكو جيمنج شباب مقاطع جلد راح تنزل مقطع شباب عن قريب مقطع اسطوري هناك عن جد شي لوز بس اوكي. يلا ولا انستغرام حبايبي، يلا يا اساطير خلينا نضرب اول 10 لفات ليديز اند جنتلمان. بسم الله نجرب هالسلاح شباب شو وضعه حبيبي والله حبيبي والله حبيبي والله حبيبي والله تمام 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 اوكي بيض ماي سو بيض اوكي. وين 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 هذا هو هذا هذا لا مو هو مو هو شباب مو هي مو هي ما بعرف. يلا شوف انت اللي معنا يلا روح ليتس جو ليتس جو. وين 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 لك سوري شباب حصلت على سلاح، حصلت على هذا السلاح شباب الشينوبي البرق لازم نجربه كمان. وقف شوي اجي لهون وقف شوي معلم اجي لهون شباب. بس رح نعمل هيك مقارنه سريعه بين الام 14 والثاني يا ساتير اوكي. وين الام 14؟ طبعا هذا معروف الام 14 هذا عندنا هون معدل اطلاق 2 والمخزن سخيره ناقص من المخزن، فهمت علي؟ نحن حصلنا على هذا الشباب اللي اسمه وينه؟ وينه؟ متاكد انه 14 هذا هو. عندنا معدل اطلاق النار وسرعه اختراق الدرع بس ولكن في سرعه الحركه بيض. راح نشربه شباب راح مع ذلك راح نجربه، بس هذا اللي يعتبر افضل ام 4 ام 14 يعتبر هذا الشباب اللي فيه حبيبي والله. اوكي اوكي يلا نكمل شباب الحرق نشوف حظنا نحاول نحصل على السلاح الجديد شباب. طبعا شباب هذا السلاح الكرد السلاح هذا حبيبي يعني يعتبر اول سكين شباب، فهمت علي كيف؟ طبعا هذا السلاح يعني مثل ما انتم شايفين شباب برجع بكرر شوف رجع معلم حبيبي والله. اوكي يلا نبلش نكمل 97 اوكي يلا ليتس جو برو ليتس جو برو ليتس جو ليتس جو. هذا هو ان شاء الله هذا هو هي 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 بيضة مو هي. يلا كمان لا تشوف يلا 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 انت مانو انت مانو انت مانو بيض حبيبي والله. اوكي نرجع نلف انت مانو انت مانو كل يقوم بالمسكار يا اخي طلعنا السلاح ولا ولا خلينا مع انت مامي ولا ولا كمل حظ شوف عندنا 87 يعني لازم لن يطلعنا شباب حبيبي والله. ليتس جو تن 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 تن
يعني شباب الان هلا 92 يعني لازم نعمل هيك الحظ يعني 99 شايفين معي كيف؟ هون طلعوا معي هون شباب هون 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 الحظ 99 يعني يعني اذا الله ضرب وحده لازم يطلع لنا شباب حبيبي والله يلا ابلع ايه تمام يبا شو يلا ضرب الثاني معلم يلا هي ويلي لا يا زلمه لا شباب لا 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 ما راح نلعب ضربه ثانيه هلا هي لازم نطلع معنا ايش اوكي سبح احمد 10 لفات اوكي امرنا الله يلا يعني شباب البطاقات كلهم راح يروحوا دخيل الله عم جمعهم يعني يا حبيبي يلا تعال ويلي و يا اخي شو هالسلاح دخيل الله شباب وات يا اخي طلعوا خلصنا دخيل الله شباب شو هاد هو ان شاء الله هو يا بوي نايس واخيرا شباب واخيرا حصلنا على السلاح ايه تبارو نايس يلا نعمل تذبذب حبيبي والله ليتس جو نجي لهون نجي لهون اوكي تعال هون معلم حبيبي والله تا 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 حبيبي اخيرا اول سلاح اول سكين شباب كورت اول سكين كورت طبعا شباب هذا يا اخي فرجوا معي شباب يعني ضرر واحد مدى بسرعه تحمل اوكي بس فرجوا على السلاح شباب يا اخي هذا شو السلاح هذا صدقني يعني كيف اللاعب شايله ما بعرف سوري اذا انجلت من خينا تروح على التدريب نجرب ابو هالسلاح ونشوف الوضع ليتس جو حبيبي والله طبعا شباب بدعيكم شباب انه تشاهدوا الحاضنه والفيديوهات اللي نزلت لكم فيديو يعني ما صار له 5 6 ساعات اوكي يعني روحوا شوفوا هذا اللي شاف هذا بوصل الاشعار هذا يشوف هذا يروح يشوف الفيديو الثاني شباب لانه شي لوز اللوز اوكي شباب السلاح دخيل الله وات از ذيس شباب يا اخي شوفوا الحجم شباب اوه وال 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 وات از ذيس برو اوكي شباب خلينا ندخل نجربه خلينا نركز شوي طبعا شباب كم طلقه فيه هون على اليمين مبين اوكي بس طول بالكم شباب هون عندنا 80 طلقه حبيبي شايفين معي كيف طبعا شباب هذا خاصه السلاح شباب لما نعمل هيك يصير مثل الشوتجن فهمتوا علي يصير مثل الشوتجن ولا طبعا لما نعمل هيك شباب يصير مثل الشوتجن اكثر من ضربه شايفين معي كيف 21 شباب راح ندخل نظبط الوضع نعمل هيك طبعا هذا السلاح ما فيه اي شيء تضرب ضيف عليه تمام نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون السلاح الجديد شباب السلاح الجديد اول سكين نشوف هل السكين هذا راح يكسر الدنيا ولا لا طبعا ما فيه سكوب ليش هيك ما له حاطين سكوب شيء غريب ما فيه سكوب شباب هذا السلاح هيك فقط بس باين على السكوب شباب شايف معي يعني باين على السكوب لازم يكون يعني عنده فيه سكوب فور يعني اوكي خلينا نجرب نلعب عادي شباب هذا شو 15 وات وات طول بالك معلم طول بالك لا تخلي السلاح خايس معلم طول بالك طيب يا معلم لسه ما زبطنا الوضع فيه المدى مدى هذا السلاح معناته بالمدى شباب طبعا مدى السلاح يعني معروف فيه المدى تبعه تبعه بس هلا سجل المدى طيب يا معلم 117 129 حبيبي والله 17 18 علي خلينا نجرب السلاح معلم خلص يلا بعد شوي رح تطلع اسمك بالفيديو ابلع هيد شوت ابلع على خلق ابلع اوه 170 وات يا خلي شباب رح نجربه من قرب خلينا نجربه من قرب شباب نشوف وضعه من قرب بس يعني شباب السلاح يعني ضخم كثير يعني يعني ما بعرف شو بدك تركب فيو يعني دمجه حلو بس على البربرة اوه شباب من قرب يعني بيبز اوبا حلو والله اول بالك يا زلمه ده بالغلط اوه بس من مدى شباب يعني شيء تمام حبينا نبربر بس ما مشي الحال حبيبي والله طبعا شباب 180 طلقه يعني فرج حبيبي والله اقسم بالله جو هذا تدخل بين السكوادات تخرب الوضع تعال شو تعال معلم تعال يا جميل تعال 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 بس والله يعني بالمدى شيء مرتب شباب لاحظتوا معي كيف؟ يعني بالمدى اتس اوكي اوه لا 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 لا
لازم اروح معنا. شوف الهيد مية هيد من بعيد مية يا شباب. طبعا شباب اكون صريح معكم حبايبي، هذا السلاح تمام، يعني كيف بدي اشرح لكم، اذا شفنا هالسلاح راح ناخذه يعني ما في غير راح ناخذه، بس ولكن شباب يعني مو عشان السلاح يعني نستخدمه دائما شباب. سوري اذا جد من شباب اذا وصل هذا المقطع 30000 لايك راح نعمل تحدي جيم بلاي كامل شباب، نلعب هالسلاح دبل هالسلاح ونلعب هالسلاح ونحاول نجيبه يا اساطير. سو حبايبي الكرام راح ننتقل للام السلاح الثاني شباب، اوكي اللي جبناه نشوف وضعه. طبعا شباب معروف الام 14 فيه قطعه وبدون قطعه شباب. سو حبايبي راح ناخذ واحد بقطعه وواحد بدون قطعه ونحط له يعني الاشياء الفول ماكس تمام، وليتس جو. نحط هيك نحط هيك نحط اي شيء هيك تمام. لا ما اشتريت الثاني، انا اشتريت اي واحد، اشتريت اللي فيه طلقه هذا، اشتريت ذاك اللي ما فيه ما فيه الـ شو اسمه. اي يا زلمه نحط هذا وقف حبيبي والله تعال. ها لا هي جبنا حطينا سنالتين حطينا تبع فيو الميزه تبعيته وينه. ها اوكي شباب طبعا ما باين، طبعا حاطين انه بالسرعه تعبان، طبعا هذا الشيء يعني سرعه الحركه هذا مو كثير مهم. والله شباب حبيبي والله هات نتخطى. طبعا شباب فيو اختراق دروع على حسب ما فيكم، اختراق دروع هذا السلاح وفيو سرعه اختراق دروع وسرعه. وارد هون شباب والله صراحة ما بعرف شو مستخدم انا، طولي بالك. طبعا هذا اللي فيه خلينا نشيل اللي فيه القطعة خليه 15 وفيه ما فيه قطعة خليه 21. وال 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 لا 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 شباب هذا الام 4 اذا ما في قتل طلع شباب ما راح يكون له. شايفين معي كيف؟ وال شو عم يصير؟ يلا بلق حاج تغدروني تنغدروا بالسلاح. وين هذا معلم عم لي حاله فيه؟ على بيولا طبعا شباب بالنسبة للسلاح شباب بعرف يعني ببين معي الشكل تمام، ببين معي من التجربة وعم يعني وعم بجربه ببين معي حبيبي. سو ليز جنتلمان حبيبي الكرام بالنسبة للام ام 14 طبعا انا شباب اذا ما عندكم هذا السكين هذا اذا عندكم هذا خلوكم على هذا اوكي، بس ولكن فيه مخزن قليل. بينما هذا شاب يعني الاختراق الدرع ما اعرف شباب اذا بيفيد ولا ممكن بيفيد بالبطولات ولا هيك، بس ولا بصراحه ما اعرف. بالنسبه للسلاح شباب السلاح يعني ميزاته حلوه اوكي، بس قادم لكم شباب سرعه عاده تحميل، يعني ساعات الحميل شباب يعني شفتوا بعينكم فيه 80 طلقه يعني ساعات لما تخلصهم شباب بيكون خلصت الجيم كله على بعضه حبيبي. سو ليتس جنتلمان حبايبنا هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم اساطير. إن عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والشير والمشاركة وحبيبي والله. وهدفنا شباب مثل ما انتم شايفين شباب من شوي غيرت اسمي لأليكو 500K شباب، لازم نوصل 500K ليديز اند جنتلمان يعني يا اسطورة. اذا مش مشترك اشترك حبايبنا الله يسعدكم. و سو بنشوفكم قناة ثانية شباب، اذا وصل المقطع 30000 لايك راح نعمل تحدي اللعب بالسلاح اللي بايدي هذا اوكي ليديز اند جنتلمان. بشوفكم على خير، مو سلامات. لا تنسوا تشوفوا الفيديو اللي نزلت لكم اياه كمان بالقناه نفس هاي القناه اوكي تبع الحاضنه تمام. سلامات حبايبي.